اهلا وسهلا فيكم وحياكم الله. نستضيف اليوم الاستاذه سلمى بنت حمد الخنبشي من سلطنه عمان للحديث عن الفيزياء الطبيه في سلطنه عمان، وكذلك عن مشاركتها في هذا المؤتمر المقام في دوله قطر. الاستاذه سلمى من احد المنظمين اللي قاموا باعداد وتنظيم المؤتمر الثاني للشرق الاوسط الفيزياء الطبيه في سلطنه عمان، وكان لها اثر كبير جدا في نجاح هذا المؤتمر من بعد الله سبحانه وتعالى، واخوانها وزملائها وزميلاتها من باقي الطاقم كانوا موجودين في سلطنة عمان. نأمل أن يكون هذا اللقاء ممتع ومفيد، وإن شاء الله نشوفكم في لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. معكم أحمد الشكري، بودكاست فوتوز. أهلا فيك أستاذة سلمى، ونتشرف في عمل هذا اللقاء المقام حاليا في دولة قطر. بداية نشكركم على حسن تنظيمكم للمؤتمر الفيزياء الطبية الثاني للشرق الأوسط الذي عقد في سلطنة عمان. نشكركم على حسن الرعاية والاهتمام والاستضافة، وما هي غريبة عليكم الأمانة، وكما نقول في اللغة العربية يعني نرفع لكم القبعة، وفي اللغة الخليجية نرفع لكم العقال الأمانة على تنظيمكم وعلى استضافتكم وعلى اهتمامكم طوال فترة إقامة المؤتمر في سلطنة عمان. فنشكركم مرة ثانية، وأهلا وسهلا فيك في المؤتمر المقام حاليا في دولة قطر. بداية أستاذة سلمى، ودي تحدثيني شلون طريقة التنظيم بحكم أنك أنت حضرتك من أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر المقيم في سلطنة عمان. في بداية الكلام أحب أشكر المنظمين من الجهة منظمة الشرق الأوسط للفيزيائيين الطبيين على اختيارهم سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر. كانت فرصة سعيدة جدا وفرصة جميلة لتجمع الدول العربية كلها في سلطنة عمان، تجمع الفيزيائيين الطبيين، كانت فرصة لرفع مستوى والكفاءة للتعارف لوجهة مناسبة جدا، كانت فرصة سعيدة لنا. نشكر جميع القائمين على اختيارهم السلطنة، ونشكر حضور كل من شارك وساهم في رفع مستوى المؤتمر. طبعا المؤتمر ما كان راح ينجح رغم الا بالجهود المشتركه اللي كانت من جهتين، الجهه المنظمه والجهه المستضيفه. فنشكركم اولا، ثانيا كانت فرصه سعيده لقامت الورش التدريبيه لرفع مستوى الفيزيائيين الطبيين في السلطنه بالتعاون مع بقيه الفيزيائيين الطبيين في من دول العربيه. نشكر أستاذة سلمى على شكرتنا، وإحنا نشكركم أيضا على حسن الاستضافة والتنظيم. أستاذة سلمى، ودي تحدثين عن وجودك حاليا في هذا المؤتمر الطب النووي المقام في دولة قطر، وعن الورش العمل اللي حضرتك خلال الثلاث أيام المنعقدة حاليا. وجودي كان واحد من المؤتمرات اللي بين تعاون التبادل التجارب والورش التدريبية بين السلطنة وبقية دول الخليج بالتعاون مع منظمة الفيزيائيين الطبيين في الشرق الأوسط. أشكر لكم الفرصة على مشاركتكم وسماحكم لنا يعني بالمشاركة في هذه المؤتمرات. هذه ترفع مستوى الخبرات سواء كانت العلمية أو النظرية. اليوم يصادف ثاني ورشة عمل نشوفها، ما شاء الله نشكر المتحدثين الخبرة والناس اللي جايبينهم اللي حاضرين معنا. جهود جبارة، مؤتمر من ناحية التنظيم، من ناحية المتحدثين، من ناحية الخبرات، حتى الناس المشاركين كل تبادل بيننا وبين بقية الفيزيائيين الطبيين بما يثري ويفيد إن شاء الله مستوى العمل إن شاء الله. أستاذة سلمى، ودي كذلك تحدثيني عن التطور ملحوظ أمانة اللي شاهدناه في مستوى الفيزياء الطبية في سلطنة عمان الشقيقة. هذه سالفة عاد مهمة. احنا بدينا الطب النووي في عمان في بداية التسعينات. كان لا يوجد فيزياء طبي في عمان، كان القسم يشغال على دكتور الأشعة وعلى الفنيين الطبيين بمعدل تقريبا 10 مرضى يوميا. بداية التسعينات، في 2006 بدأت عندنا خدمة العلاج باليود المشع سواء كانت لمرضى السرطان أو لمرضى فرط النشاط. من 2006 تطورنا الحمد لله، في 2015 صار عندنا مفاعل، بالضبط في 2016 تم الافتتاح الرسمي لمركز التصوير الجزيئي. وتم افتتاح السايكلترون المعجل النووي عندنا في السلطنة. فهذه من الأشياء اللي أدت
ساهمت في تطور عدد الفيزيائيين الطبيين. بدينا بواحد اثنين الحمد لله، الحين حاليا اكثر من 5 فيزيائيين طبيين فقط في المستشفى السلطاني في الطب النووي ما شاء الله. وان شاء الله المزيد ان شاء الله. استاذ سلمى، نلاحظ امانه دخول العنصر النسائي وبقوه في سلطنه عمان في مجال الفيزياء الطبيه، فما هي الكلمه تحبين توضينها حضرتك للمتابعين الكرام اللي حابين يتخصصون في مجال الفيزياء الطبيه من العنصر النسائي؟ دخول العنصر النسائي والله احنا سواسية ترى في التعليم. نعم اكيد. فحابين ما عندنا مشكله سواء كان عنصر نسائي او غير نسائي. نعم. بس حب الوظيفه ويمكن توجهات الرجال شويه للمجال النفط والغاز والمجالات الاخرى. نعم. بس بشكل عام الخيارين متاح عندنا في السلطنه سواء نسائي ولا، بس الحمد لله من ناحيه الفيزيائيين الطبيين الاناث اثبتوا وجودهم في العمل وإتقانهم وقدرتهم على البذل والعطاء سواء كان في إكمال الدراسة سواء كان في التدريب في الورش في تنظيم العمل، خاصة تعرف أنه الحمل وما إلى ذلك من الأشياء الثانية، بس مع الوقاية الإشعاعية مع الدراسة مع الفهم وتطور العلم الموضوع صار أسهل وسلس. الحمد لله أمورنا طيبة في الكادر النسائي. الحمد لله. عفوا أستاذة سلمى، حاليا نحن في المؤتمر المقام في قطر يتحدث عن الطب النووي، فما هي أوجه التعاون ما بين الطب النووي والفيزياء الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمرضى؟ في المرضى الحمد لله طبعا بحكم دور الفيزيائي الطبي سواء كان من الحماية الإشعاعية من اللوائح الإرشادية من بداية لما يدخل المريض بالذات إذا كانت حامل أو طفل، كل قوانين الحماية الإشعاعية هذه مسؤولية الفيزيائي الطبي أولا، ثانيا نروح على البقية. فبقية الموظفين دور الفيزيائي الطبي من خلال تدريب وتعليم ورفع مستوى التعليم الإشعاعي لبقية الموظفين هنا تجي الأهمية. فمشاركتنا في مثل هذه المؤتمرات، نشكر جميع المنظمين مثل هذا المؤتمر يرفع مستوى وكفاءة الفيزيائي الطبي. حتى الأسئلة اللي عندنا فيها إبهام، أنا ممكن أسأل الناس اللي ما شاء الله متحدثين اللي حاضرين المؤتمر. نعم. نستفيد من خبرات بعض سواء كان بالتواصل المباشر معهم، ما حصلنا فرصة بأرقام التواصل بالإيميل. نعم. فالمؤتمرات هذه ترفع من كفاءتنا علميا ونظريا. صحيح. وعمليا. صحيح. أستاذة سلمى، فما رأيك في موضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامه في مجال الفيزياء الطبية؟ هل راح يساعد على تحسين مستوى الرعاية وتقديم خدمات أفضل للمرضى؟ طبعا الذكاء مع تطور العلم وتطور التكنولوجيا صار شيء أساسي الذكاء الاصطناعي. نعم. مع التقنيات الحين الجرعات الإشعاعية والحماية الإشعاعية وتقليل الجرعة الإشعاعية اللي يتعرض لها المريض والتقنيات اللي تعرض كل ما كانت الجرعة الإشعاعية للمريض أقل كل ما كان تعرض الموظفين والناس العامة للإشعاع أقل. طبعا هذا كله ممكن إحنا نطوره بتقوية وتفعيل الذكاء الاصطناعي أكثر في مجال العمل. نعم. فإن شاء الله هذا ما نسعى إليه، إن شاء الله يتوظف أكثر وتكون المواضيع أسهل أكثر بإذن الله. كلمة أخيرة تحبين توجهينا سادة سلمى لمتابعين بودكاست فوتونز؟ أشكركم جدا على الاستضافة، بارك الله فيكم، بارك الله في التنظيم التغطية الإعلامية، أشكر جدا مؤسسة قطر مؤسسة حمد لتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع الميفوم، بارك الله في جهودكم وإن شاء الله مؤتمرات أنجح وأفضل واللقاء وتعاون أكثر بإذن الله. شكرا أستاذة سلمى على هذا اللقاء وعلى وقتك اللي أعطيتينا إياه، وأدري إن خذيناش من بعض الورش والمحاضرات، أشكر لك وجودك ويانا وبإذن الله أتأمل نلتقي فيك في مؤتمرات أخرى وورش عمل أخرى بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. شكرا.